موقع أنا السلفي. أي نص أنا بقرأه أو بستمع إليه، هذا النص قل على ذلك ما دل عليه من معاني. هذه من الأهمية بمكان، إن أنا النص أو اللفظ والمعنى الذي دل عليه، لأن ما من نص من الكتاب والسنة إلا له معنى يدل على معنى. فلذلك يبقى أنا مع أي نص أقف على المعنى الذي دل عليه النص، وقفنا على المعنى. طب بعد كده ماذا نصنع؟ يأتي بعد ذلك تفعيل المعنى في واقعه، الاستفادة الشخصية الذاتية من خلال هذا النص عما دل عليه. أول أمر يبقى أنا لابد أن ألتزم هذا المعنى في واقعي، سواء كان يعني بيتكلم على سلوك، بيتكلم على خلق، بيتكلم على عمل، بيتكلم على أمر عقدي، بيتكلم على أقوال، يبقى أنا ألتزم ما دل عليه النص، يبقى دي الاستفادة.